انتقل بحضراتكم لبوابة الشروق ومنها نقرأ السكة الحديد بتعلن اشتراكات للجمهور على القطارات الروسي. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة استخراج الاشتراكات على القطارات الروسي من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية. قالت الهيئة إن ذلك يأتي من منطلق حرص الهيئة العمل على راحة الجمهور وفي إطار خطة وزارة النقل المتمثلة في تحديث نظم النقل وخاصة السكة الحديد بهدف توفير سبل الراحة والأمان والتيسير على الركاب بما يتوافق مع رغبتهم. أوضحت الهيئة أنه بيتم استخراج اشتراك الجمهور بمدة شهر أو 3 شهور أو 9 شهور أو عام حسب رغبة الراكب، حيث يصرح لحامل الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسي بدون نقدية.